مساء الخير، أنا اسمي شريف داوود، أنا مسؤول برامج في مكتب الاتصال بين جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالقاهرة. هقدم لكم عرض مختصر عن جمعية الأمم المتحدة للبيئة United Nations Environment Assembly. الحقيقة قبل ما نبدأ نتكلم عن مهام الجمعية، برنامج الأمم المتحدة للبيئة مر بعملية تحول كبيرة سنة 2012 في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمعروف إعلاميا بقمة ريو بلس 20. الوثيقة الختامية لقمة ريو بلس 20 الفقرة 88 أقرت تعزيز ولاية البرنامج، وكان أحد أهم النقاط الخاصة بتعزيز تلك الولاية هو تحويل المجلس الحاكم للبرنامج، وهو المسمى القديم، إلى جمعية الأمم المتحدة للبيئة. المجلس الحاكم كان سابقا بيتكون من 58 دولة، ولكن بعد هذا التعزيز أصبح يمثل فيه جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهم 194 دولة حاليا. في 2013 عقد المجلس الحاكم بشكله الجديد بالعضوية العالمية، وتبنى القرار 27-2، والقرار ده فصل مهام الجمعية، وفصل أيضا كيفية تعزيز البرنامج على كافة السبل. فمن ضمن هذا القرار كانت الفقرة الخاصة بمهام جمعية الأمم المتحدة للبيئة. الجمعية هي أعلى سلطة بالبرنامج، وهي المعنية بوضع الأجندة العالمية للبيئة، الـ Global Environment Agenda، وبتضم كافة أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزي ما قلنا ده توسيع للعضوية لضمان تعزيز المشاركة. الجمعية أيضا هي اللي بتقرر خطة العمل والميزانية للبرنامج في كل عامين، وبتقرر أيضا خطة أو الاستراتيجية متوسطة المدى اللي هي Medium Term Strategy. من خلال الجمعية بيشارك فيها وزراء البيئة لكل دول العالم، وفي بعض الأحيان بيشارك ممثلين لوزارات أخرى. والحقيقة بدأ يبقى فيه نوع من أنواع الاتجاه أو الترند أنه يشارك حتى تمثيل أرفع من مستوى الوزراء، فشارك عدد من رؤساء الدول والحكومات في الدورات السابقة للجمعية. ومن خلال هذا المستوى الرفيع للمشاركة بيقدر الوزراء أو صانعوا السياسات أنهم يدوا التوجيه السياسي political guidance للسادة العاملين في مجال البيئة على المستوى الفني، لأنه بعض القضايا الخاصة بالبيئة الحقيقة أصبحت بتكتسب أهمية سياسية أكتر من كونها مجرد مسائل فنية بالأساس. وأخيرا الجمعية بتمثل محفل أو platform من خلاله بنقدر نجمع كافة الفاعلين المعنيين بموضوعات البيئة، سواء كانوا من الحكومات، من القطاع الخاص، من المجتمع المدني، أو من هيئات البحوث والريسيرش سنتر، وكمان وسائل الإعلام، بحيث أنه كل هذه الهيئات تقدر من خلال تضافر الجهود أو من خلال تبادل الأفكار والخبرات أن هي توجد حلول أكثر ابتكارا للمشاكل البيئية اللي بيواجهها العالم. الدورة الرابعة للجمعية عقدت في مارس الماضي 2019 في نيروبي، وكان شعارها الحلول البيئية المبتكرة والإنتاج والاستهلاك المستدام. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين الشعار يعني شديد الصلة بموضوع المائدة المستديرة اللي احنا بنتكلم فيها حاليا، وكان فيها عدد من الفعاليات المتنوعة زي ما قلنا، سواء للقطاع الخاص أو للمجتمع المدني أو لمجتمعات الأبحاث ومنتديات العلوم والسياسات، هنستعرضها لحضراتكم في السلايد الجاية. وفي نفس الوقت على هامش الجمعية تم إطلاق عدد من التقارير العالمية، زي التقرير العالمي السادس لحالة البيئة الـ Global Environment Outlook 6 Geo6، والتقرير العالمي للكيماويات والنفايات الـ Global Chemicals and Waste Outlook، والتقرير العالمي للموارد الطبيعية. ده هيكل سريع يقدر يوري لحضراتكم إزاي صارت الأمور في الدورة الرابعة للجمعية. احنا عندنا هنا على اللون الاحمر هو اجتماع الاجتماع المفتوح للجنة المندوبين الدائمين، وده بيسبق الجمعية، ومن خلاله المندوبين الدائمين لدى البرنامج في نيروبي والخبراء من العواصم بيتفاوضوا على كافة الوثائق والقرارات التي ستصدر عن الجمعية. وعادة بيعقد هذا الاجتماع باك تو باك او بشكل مباشر قبل الجمعية. مخرجات اجتماع لجنة المندوبين الدائمين بتصب في الدورة الرابعة للجمعية، بحيث يقوم السادة الوزراء أو رؤساء الوفود باعتماد ما تم الاتفاق عليه من الوفود على المستوى الفني في هذا الاجتماع،
وخلال الجمعيه بيعقد عدد من الفعاليات، فبيعقد حوار للقاده ليدرشيب دايالوج، وبتعقد ايضا عدد من الفعاليات الجانبيه منها منتدى العلوم والاعمال والسياسات، وده منتدى بيجمع القطاع الخاص مع صانعي السياسات مع المجتمع العلمي بحيث انه يحصل تكامل لجهود الفاعلين دول، وبيبقى بيسبق الجمعيه منتدى للمجموعات الرئيسيه واصحاب المصلحه، وده بيكون المحفل الرئيسي لمنظمات المجتمع المدني واللي من خلالها بتجتمع وبتتباحث مع بعضها وبتصدر توصيات الى الجمعيه لتاخذ بها علم او لتحاط بها بعين الاعتبار. بعد كده بيبقى في عندنا كان في الدوره الرابعه للجمعيه معرض الابتكار المستدام، وده كان بالاساس مرتبط بالثيم بتاع الجمعيه وهو الحلول البيئيه المبتكره، بحيث انه يعطي المساحه للقطاع الخاص او لرواد الاعمال للانتربرينرز اللي بيشتغلوا في تكنولوجيات او مجالات عمل ليها علاقه بالبيئه وعندهم حلول مبتكره ان هم تشير اكسبيرينسز ويتبادلوا الخبرات ايضا مع المشاركين في الجمعيه. واخيرا وليس اخرا بيعقد عدد من الفعاليات الجانبيه واللقاءات الثنائيه سواء ما بين الوزراء بعضهم البعض او الوزراء وممثلي الهيئات الحكوميه او المنظمات الدوليه ومنظمات المجتمع المدني الموجوده. الوثائق الصادره عن الدوره الرابعه للجمعيه ممكن تقسيمها لعده انواع. احنا عندنا نمره 1 البيان الوزاري، وهو بيان صادر بالاجماع عن السادة الوزراء، وزي ما قلنا ده اللي بيمثل التوجيه السياسي من الوزراء الى السادة العاملين على المستوى الفني. البيان الوزاري تناول الإشارة لموضوعات الإنتاج والاستهلاك المستدام في موضعين. الموضع الأول هو الفقرة الأولى، ودي كانت بتعرض لشعار الدورة والهدف منها، وزي ما قلنا شعار الدورة كان بيتناول الإنتاج والاستهلاك المستدام، والجزء الثاني كان في الفقرة الخامسة B5B، ودي كان فقرة بتتكلم عن أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام والاقتصاد الدائري والخطة العشرية للإنتاج والاستهلاك المستدام. والدورة تبنت بالإضافة للبيان الوزاري 26 قرار يمكن تقسيمهم إلى مجموعات أو كلاسترز. المجموعة الأولى هي القرارات المتعلقة بالمسائل الإدارية والتنظيمية، وعلى رأسهم برنامج العمل Work Program والميزانية للبرنامج للعامين 2020 و2021. برنامج العمل هنستعرضه مع حضراتكم في فترة لاحقة، ولكن هو ده بمثابة الخط اللي بنمشي عليه خلال السنتين الجايين كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. أيضا اعتمدت موعد ومقر عقد الدورة الخامسة، ودي هتكون في 2021 لأن دورات الجمعية بتعقد مرة كل سنتين في نيروبي. اعتمدت قرار بشأن إدارة الصناديق والمساهمات الخاصة للبرنامج، وقرار بشأن تنفيذ القرارات اللي صدرت عن الدورة السابقة للجمعية، وبصفة خاصة الإعلان الصادر عن الدورة الثالثة للجمعية وهو من أجل عالم خال من التلوث، وده كان إعلان أصدره السادة الوزراء وطلبوا أن يبقى فيه خطة للقضاء على التلوث في العالم. واخيرا القرار الخاص بمتابعه حاله البيئه واطلاق التقرير جيو 6. المجموعه الثانيه من القرارات هي القرارات المتعلقه بالجندر او النوع ومسائل الفقر والقانون الدولي للبيئه، ودول كانوا ثلاث قرارات. والمجموعه الرابعه هي مجموعه القرارات المتعلقه بالتنوع البيولوجي، ودول كانوا سبع قرارات مختلفه. انا بعتذر لظروف الوقت مش هقدر اجو ثرو قرار قرار، ولكن هسيب لحضراتكم اللينك اللي عليها كل الوثائق وهي مترجمه بالست لغات المعتمده للامم المتحده من ضمنهم اللغه العربيه. المجموعه الرابعه هي القرارات الخاصه بالكيماويات والنفايات الخطره، والحقيقه دي كانت الكلاستر دي او المجموعه دي هنركز عليها شويه لان المجموعه العربيه في نيروبي طرحت مشروعين قرار على الجمعيه وتم اعتمادهم بالتوافق، وهم القرار الخاص بالاداره السليمه بيئيا للنفايات والحد من الهدر من فقد الطعم. اخيرا دول القرارات الخاصه بالانتاج والاستهلاك المستدام، وبسيبهم لحضراتكم انا محتاج دقيقتين بالظبط. زي ما حضراتكم شايفين هنا ده برنامج العمل الخاص ببرنامج الامم المتحده للبيئه، هتلاقوه في العمود الرأسي، وفي العمود الافقي برنامج العمل الخاص بمجلس وزراء البيئه العرب الكامري. برنامج العمل الخاص ببرنامج الامم المتحده للبيئه مقسم لسبع اجزاء منهم او لسبعه سب بروجرامز برامج فرعيه منهم البرنامج الخاص باستدامه الموارد، وفي نفس الوقت برنامج عمل مجلس وزراء البيئه العرب مقسم الى ست اجزاء،
ونقطة التقاطع بينهم هي المساهمة في عمل برنامج، المساهمة في عمل القمم العربية اللي بتقرر السياسات العربية الخاصة بالبيئة على المستوى الإقليمي، والجزء الخاص بالبرامج البيئية والشراكات. المجموعة العربية زي ما قلت لحضراتكم عقدت اجتماع تنسيقي في البحر الميت، كان من خلال جلسة استثنائية لمجلس وزراء البيئة العرب، ومن خلالها تبنت مواقف المجموعة في مختلف القرارات، وأيضا اعتمدت مشروعين قرارات تم تقديمهم لليونية واعتمدهم بالتوافق. حصاد المساهمة للمجموعة العربية هو أن المجموعة العربية قدرت يبقى عندها مواقف مشتركة، لأول مرة قدرت أنها تطرح مشروعات قرارات لها طابع فني أكتر منه طابع سياسي، وتم اعتمادها بالتوافق. تم انتخاب ممثل للمجموعة العربية في هيئة المكتب في البيرو، وهو ممثل مملكة البحرين، وقدرت يكون عندها مواقف إيجابية الحقيقة ومواقف موحدة في معظم الموضوعات محل النقاش، وده حظى بتقدير مختلف الوفود وحظى بتقدير أيضا سكرتارية البرنامج. أخيرا الدورة الخامسة للجمعية هتبقى في فبراير 2021 في نيروبي، والموضوع الرئيسي ليها هيتم تحديده من خلال اجتماعات لجنة المندوبين الدائمين في نيروبي بحد أقصى 31 ديسمبر 2019، واللينك موجودة لحضراتكم عليها مختلف الوثائق الخاصة بدورات الجمعية وبصفة خاصة الدورة الرابعة. أنا بعتذر عن الإطالة ومتشكر جدا لحضراتكم.